الحلقة دي بالذات معمولة للناس اللي بتشتغل مع مجموعات كتير أو بتتعامل عامة مع أعداد كبيرة، يعني سواء في حياتها العملية أو في حياتها الشخصية. وساعات كده بيحصل سوء تفاهم بيننا وبينهم، ما بنعرفش نوصل لهم المعلومة اللي احنا عايزينها، ويبتدي يحصل اعتراضات كبيرة ونحس إن احنا بنحرق بنزين على الفاضي. النهاردة هنقسم الناس دي لأنواع، وهنقول لكم على خطوات لو اتبعناها ممكن نقاوم فعلا المعارضة دي ونقدر نقنعهم برأينا بشكل سلس وبسيط.